اكثر شغله هنا ضايقتكم وتعرفتوا لها؟ من هذول التاكسيات. تعال تعال. ليش؟ نقول له لم الحكي وروح، ماك ما يقبل. تعال شنو يعني؟ شو يريدون؟ شو يريدون؟ تعال صعدين، تعال نسوون. امرأة تستدرج أخرى، واحدة من أجل قضاء يومها والأخرى تحاول بيعها بأي طريقة. تعرفين هاي الجريمة يعني؟ أنت بعدش قاصر يعني؟ هاي تجار بالبشر، تعرفين يعني أنت؟ شنو تجار؟ يعني تاجرون بيكم؟ اي رادوا يبيعونا بس ما. منو راد يبيعكم؟ شردنا. منو راد يبيعكم؟ ما مرة. مرة؟ ايه. شقد؟ هو ضده بس احنا ما ندري يعني. هي شقد والمن يعني؟ بس هي من بنية. ايه. اسمها ملاك. تعرفوها؟ ايه نعرفها. عم تريد تبيعها؟ وجوزها سباعتها اخذتها. وين مكانها هاي؟ بالسيدية. بالسيدية؟ بيش البنية تبيعها؟ ما ادري. يعني انتوا بيش عرضتكم البيع؟ احنا ما ندري بس رحنا يمها البنية قالت تباعت تتشن الي ما ادري شلون. ايه بيش؟ ما ادري. ما قالت لك على سعر يعني؟ لا ما تقول لنا. شنو؟ تبيعكم هيك يعني؟ بس يعني يعطونها فلوس. قد؟ ما ادري. كم مرة تعرضتي للبيع؟ هي بس هاي بالسيدية المرة. احنا جاي نمشي بابو ناس وصعدنا وياها. واحدة منهن تم بيعها، اختفت منذ اختطافها، تروي التفاصيل. بس احنا طفرنا الولادة في عندنا ودتنا يمها نوب عرفة شنو هاي وهنا موجودين يعني هاي وطلعتنا طفرنا من عندها. هزمتوا من عندها؟ ايه. شقد عرضتكم المبلغ؟ ما بس هاي ما اعرف شقد يعني رادت علينا. وهاي صديقتكم هسه شنو مصيرها؟ ما ندري بيها احنا. هو منها هذيك السالفه ولهسه ما ندري بيها. لا جايه لابو ناس ولا تجي. اختفت هي منك واختفت. ليش ما بلغتوا يعني؟ ما وياه نقول له ما حد يصدق. ما حد يصدق؟ والله ما حد يصدق. هذه القصر تتعرض يوميا لشتى انواع الانتهاكات تصل الى مرحله الاغتصاب. مرات يعني نصعد ويا اهل السيارات لو دراجات واحنا ما ندرب بيهم يعني هيك ياخذونا بمكان يعني شلون الهيكل وهاي ما لو هاي تعال نسوون هذا الشيء لو هاي بس احنا ما نقبل نظل نصيح لو هاي لو يعني؟ نطفر من عندهم اي بس ما يسوونا يعني ما يختصبونا بس يردون يعني يحاولون ايه ما نخليهم احنا. في قلب هذه الالعاب المتواجده بالحدائق العامه ينامون ويمارسون حياتهم. شلون عايشين يومكم؟ ما ادري ونظل الحد حتى لو ما ناكل عادي نتحمل. بدون اكل؟ نامون هنا هذا المكان؟ لا ما ننام يومية. بس مرات يعني نجي نقعد او ينام هذني ونظل قاعدين. نظلون قاعدين. تعرضون الملاحقة؟ ها؟ ملاحقة تتعرضونها؟ اي بس مو هنا أنا يعني برا يعني نطلع نفتر هاي. مستمسكات عندكم؟ لا. بدون؟ ايه. شو تطالبين انت اليوم من الاجهزه الامنيه الاجهزه القضائيه؟ يعني يكون يشوفونا عمامنا هاي يعني. تريدون ترجعون؟ اي على واه بس ما نرجع الماما. بعد؟ يم عمنا لو يم عمتنا لو خالتنا بس ما يردونا يعني هم. كم نفر انتم؟ احنا مختفين. من بغداد مصطفى لطيف قناة الرشيد الفضائية.